متصدر حاليا، وبالتالي عندنا احصائيات في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني، وعندنا احصائيات فرديه عن بعض النجوم اللي موجوده في الدوري الانجليزي. ونبدا في البدايه لانجلترا والدوري المحبب للجميع الدوري الانجليزي. نبدا مع حضراتكم في الجرافيكس الخاص بفقرتنا واللي دايما بيلم معانا كل الاخبار. نادي ليفربول الانجليزي خلال عام 2019 لعب في البريمير ليج 37 مباراه، بنتكلم من 1 يناير 2019 حتى يوم 31 ديسمبر 2019، خسر مباراه وحيده فقط وكانت امام مانشستر سيتي بنتيجه 2-1، حقق الفوز في 31 مباراه، اتعادل في 5 مباريات، 50 مباراه على التوالي في ملعب انفيلد، فاز في 40 مباراة، اتعادل في 10 مباريات ولم يهزم في ولا مباراة. آخر هزيمة كانت ضد كريستال بالاس بتاريخ 23/4/2017. ليفربول سجل 130 هدف في عام 2019، استقبل 29 هدف وخرج ب 28 مباراة كلين شيت. بسم الله ما شاء الله، ليفربول مع يورجن كلوب فعلا فعلا متألق، أفضل نادي موجود في الدوري الإنجليزي في عام 2019، يستحق الفوز فعلا بلقب الدوري الإنجليزي. يعني أكيد كل جماهير فريق ليفربول لازم تكون فرحانة بفريقها، ولازم تكون فخورة إن نادي ليفربول بالسكواد اللي موجود بالنجوم اللي موجودة قدر إنه يتفوق على فرق بتصرف مبالغ كبيرة جدا جدا جدا، وممكن ما يقدموش نفس المستوى الفني اللي بيقدمه فريق ليفربول. نروح لأرسنال وإحصائية أخرى عن آخر 10 ماتشات لأرسنال، حقق فيهم الفوز مرة واحدة بس. تخيلوا أرسنال في آخر 10 ماتشات حقق الفوز في مباراة واحدة بس، لعب 10 فاز مباراة واحدة، اتعادل في 5 مباريات وخسر في 4 ماتشات. أمام ولفرهامبتون 1-1، ليستر سيتي خسر 2-0، ساوثهامبتون اتعادل 2-2، أمام نورويتش سيتي اتعادل 2-2، خسر من برايتون 2-1، خسر من ويست هام 3-1، خسر من السيتي 3-0، وتعادل مع ايفرتون 0-0، و اتعادل مع بورنموث 1-1، وفاز خسر من تشيلسي 2-1. انا قصدي ان هو يعني بنتكلم في هزيمه واحده، فوز واحد فقط وتعادل في 5 جولات وهزيمه في 4 ماتشات. اعتقد ان الموضوع صعب جدا جدا على فريق ارسنال، لكن مع مايكل ارتيتا انا متفائل الى حد ما كواحد من المدربين الشباب اللي ليهم مستقبل كبير جدا، واللي خرج من مانشستر سيتي علشان يقود التجربه اللي دايما بيكون فيها الرجل الاول رجل ذو مهمه صعبه. اكثر الفرق حفاظا على نظافه الشباك في الدوري الانجليزي، نبدا من الكبار الاول اللي عندهم كلين شيت اكثر، 7 ماتشات شيفيلد يونايتد، 7 ماتشات مانشستر سيتي، 7 ماتشات ليستر سيتي، 7 ماتشات وبرنلي، 7 ماتشات يليهم 3 أندية حققوا في 6 ماتشات اكثر الانديه خروجا من الدوري الانجليزي في عام 2019 بكلين شيت. 6 ماتشات لواتفورد، 6 ماتشات لفريق ليفربول، و6 ماتشات لفريق كريستال بالاس. أكثر الفرق قياما بالتمريرات في الدوري الإنجليزي، برايتون 8450 تمريرة، ليستر سيتي 8523 تمريرة، ليفربول 9244 تمريرة، تشيلسي 10201. وأكيد في الصدارة أكيد مش محتاجة كلام، الفيلسوف العبقري بيب جوارديولا 11478 تمريرة عملهم فريق مانشستر سيتي في عام 2019 كأكبر وأكثر الفرق تمريرا للكرات في الدوري الإنجليزي. أكثر حارس قام بتصديات في الدوري الإنجليزي الممتاز، هنبدأ من الصغير ونروح للكبير، تيم كرول حارس نورويتش سيتي 68 تصدي، توم هيتن لاعب أو حارس أستون فيلا 68 تصدي، أما فان رايان حارس برايتون 72 تصدي، أما بيرنارد لينو حارس أرسنال 78 تصدي، أما فارتن دوبراخكا لاعب أو حارس نيوكاسل
81 تصدي. اعتقد ان نيوكاسل يعني على قد ما هو عنده حارس شايل عنه بلاوي، الى ان نيوكاسل بيعاني في الدوري الانجليزي. اكتر لاعب سدد على المرمى في الدوري الانجليزي الممتاز، رحيم ستيرلينج لاعب مان سيتي 58 تسديده، كيفن دي بروين 58 تسديده، محمد صلاح 40 تسديده، تامي ابراهام 40 تسديده، راؤول خيمينيز 44 تسديده، وماركوس راشفورد في الصداره ب 68 تسديده. اكثر لاعب قام بصناعه اهداف في الدوري الانجليزي الممتاز، طبعا عندنا يعني ايميليانو بونديا لاعب نورويتش 6 اهداف، سون هيونغ مين لاعب توتنهام 7 اهداف، الكسندر ارنولد ليفربول 8 اهداف، وكيفن دي بروين 12 هدف. طبعا يعني برنس الدوري الانجليزي في صناعه الاهداف وايضا احراز الاهداف، ساديو ماني ليفربول 6 اهداف، ديفيد سيلفا مان سيتي 6 اهداف، راؤول خيمينيز لاعب ولفرهامبتون 6 اهداف، ودانييل جيمس لاعب مانشستر يونايتد 6 اهداف. اكثر لاعب قام بعمل تمريرات في الدوري الانجليزي الممتاز، جورجينيو لاعب تشيلسي 1105 تمريره، سيونكو لاعب ليستر سيتي 1139 تمريره، وكورت زوما لاعب تشيلسي 1167 تمريره، ورودريجو لاعب مانشستر سيتي 1168 تمريره. والغريب بقى ان فيرجل فان دايك لاعب القلب المدافع لنادي ليفربول هو اللي على الصداره ب 1295 تمريره. اكثر اللاعبين قطعا الكرات في الدوري الانجليزي الممتاز، طبعا جواو موتينيو لاعب ولفرهامبتون 58 كوره، رايس لاعب وست هام 59 كوره، وبيساكا لاعب مانشستر يونايتد 73 كوره، وريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي 78 كوره، وولفرنديدي لاعب ليستر سيتي 82 كوره. عندنا اثنين لعيبه من ليستر سيتي اللي متصدرين في التوب 5 لاكثر اللاعبين قطعا الكرات في الدوري الانجليزي الممتاز في عام 2019. زي ما قلت لحضراتكم معانا لاعب هنتكلم عنه كل اسبوع، بيكون معانا لاعب بنتكلم عنه من حيث احصائياته وارقامه، لكن نجم الاسبوع النهارده هو لاعب فرض نفسه بعد ما خرج من فريق ليفربول في الدوري الانجليزي، واثبت ان هو لاعب بيأدي في اي مكان بيكون موجود فيه وبيحقق الاهداف اللي بيكون مطلوبه منه، هو هز شباك المنافسين داني انجز، واحد من افضل المهاجمين والتوب 5 في هدافين الدوري الانجليزي، وارقامه هي اللي بتتكلم عنه. ارقام داني انجز في الدوري الانجليزي طبعا قويه جدا، لكن داني انجز لعب 93 مباراه سجل فيهم 33 هدف وصنع 8 اهداف، لعب مع ثلاث فرق سواء بينلي او ليفربول او ساوثهامبتون، فاز في 23 مباراه، اتعادل في 31 مباراه، وخسر في 39 مباراه، احرز 4 اهداف من ركله جزاء، عدد اجمالي تصويبات الخاصه به 216 تصويبه، وايضا 86 تصويبه بين القائمه القائمين والعارضه، احرز 7 اهداف بالراس، 15 هدف بالقدم اليمنى و10 اهداف بالقدم اليسرى. تفصيل مفصل لذلك